البداية حابة أشكر الدكتورة مها أبو زكي وأشكر الدكتورة لانيا، إحنا حقيقي سعداء إني أشارك معاكم. في البداية كمان حابة أشكر زميلاتي سمية وسام، حقيقي كل أي حاجة إحنا بنعملها أمام حضراتكم هي بتبقى نتاج عمل جماعي ومجهود كبير مبذول. في البداية حابة أوضح لحضراتكم إحنا إيه دورنا كأخصائيات تغذية في عيادة التغذية الكلينيكية. أول ما الأم بتجيلنا بناخد منها 24 أور ريتول، بنسألها عن كل الطفل أكله، سواء يعني كل الميلز اللي خدها على مدار اليوم بتاعه. بنبدأ نفهم منها حتى لو خد أنتي كالوريز أو خد أي حاجة برضه ناخدها منها. مهم عندي إن اليوم اللي أنا هاخده للأم يكون يبقى نورمال داي. يعني إيه نورمال داي؟ يعني إن الطفل خد كل الميلز المعتاد عليها في يومه العادي. لان ساعات الطفل بيبقى مريض او في حصل مثلا مناسبه فكان خد سويتس كتير، او ان الطفل كان مسافر في اليوم اللي قبلها فما خدش كل الميلز اللي معتاد عليها، فبالتالي ده بيأثر على الاكيورسي بتاعت الريكول بتاعي. تاني حاجه وان انا ببدا اعمل كالكوليشن للاول ماكرونيوترينت في الريكول، سواء بروتين او فات او كالوريز او توتال او كربوهيدرات. ببدأ أقارن ما بينها وما بين الريكومندر للطفل بتاعي، هل هو خد كل الريكوايرمنت بتاعته ولا لأ. النقطة المهمة إن أنا لازم أعمل إيفالويشن لللايف ستايل بتاع البيشن بتاعي. للأسف كل أطفالنا بيتعرضوا لمدة كبيرة جدا من الشاشات، تعرضوا للجنك فود، حتى يعني أوقات النوم بتاعتهم ما بتبقاش منتظمة خالص. فأنا ببدأ أفهم الأم إن التعرض للشاشات الكتير دائما بيعرض الطفل إن هو بينسى ياكل فبيأثر على الإنتاج بتاعه، أو إن الطفل بياكل بزيادة جدا فبيبدأ يدخل في عملية الأوبيز، بيبقى أوبيز. ببدأ كمان أفهمها إن إحنا كل الإمتي كالوريز دي بتبدأ إن هي تقللها وتعوضها بدايل في البيت صحية. ببدأ أفهم الأم إن إزاي هي تكون healthy meal للشاطر بتاعها، تبقى وجبة صحية متكاملة. بفهمها إن هي تقسمها جزء كارب جزء بروتين، سواء animal بروتين أو plant بروتين، والجزء الثاني طبعاً بيبقى vegetables. والفروت بتاخدها كسناكس، وبناخد طبعاً ميلك والميلك برودكت. ببدأ كمان أقول لها البورشن سايز اللي هتساعدها إن هي تكون وجبة صحية متكاملة للطفلة. قبل ما الأم تمشي بتبقى معاها ورقة دايت متكاملة على حسب الـ requirement بتاع الطفل بتاعها، بيبقى فيها كل الميلز اللي هي هتمشي عليها، بيبقى طبعا متقسمة لـ 3 main meals و 3 snacks. دي اللي أمام حضراتكم، دي الأنظمة اللي احنا شغالين بيها في العيادة. من الأنظمة دي الديسبلينيا والنورمال بلانس دايت والجلايكوجين ستورج ديزيز دايت والجلوتين فري دايت والكيتوجينيك دايت والسيستيك فايبروسيس واللو بروتين والكيدني ديزيز دايت والكاز ميلك بروتين انرجي دايت واللو جلايسيميك اندكس والسيمي سوليد والرايت دايت. وفي بعض البوكلتس والانستراكشنز اللي بنديها على حسب الريكوايرمنت بتاع العيان. على فكر الانظمه الغذائيه انا كنت حابه اشكر سميه لان هي كان ليها دور كبير جدا وليها مجهود كبير جدا في تواجد الانظمه دي. وطبعا لا انسى بالذكر دكتورة شو ودكتورة هنا أبو الغار ودكتورة ميلي في تواجد كل الأنظمة دي، ومساعدتنا دايما إن احنا نقدم أحسن من ما عندنا. يعني هبدأ أعرض قدام حضراتكم إزاي أنا بمانج الكيس بتاع الدكتورة دينا. بداية العيان بتاع سيفير مال نيوتريشن هو بيبقى بور أبيتايت، فمعنى إن هو بور أبيتايت لازم إن أنا أبدأ أقدم سمول فريكوانت هاي كالوريك ميل، تبقى هاي في البروتين كواليتي، في نفس الوقت ان انا ما اقدرش ازيد الكالوريك انتيك مره واحده لان لازم ازودها جراديوالي. ازاي انا بزود الوجبه بتاعته جراديوالي وفي نفس الوقت ما بتبقاش كمياتها كبيره؟ بعمل ان انا ادينج الاوليف اويل او الهاني او البينات باتر او الفول كريم ميل او الدراي فروت. بنبه على الام ان بلاش اي بريست فيدنج او بلاش فورمولا قبل الوجبات الاساسيه، لان هو بتبقى بور ابيتايت فالطفل بالتالي بيشعر بالشبع سريعا.
التمبلت قدام حضراتكم دي من أنظمة العيادة، الجزء اللي فوق واضح حضراتكم الانستراكشنز اللي أنا بقدم للطفل وجبة متكاملة بتبقى سمول فريكوانت ميل زي ما وضحت لحضراتكم، والجزء اللي تحت هو الميلز اللي الطفل بيتناولها في اليوم. رجوعا إلى حالة زي ما الدكتورة دينا عرضتها، احنا مشينا ازاي؟ قسمنا الدايت على 3 أسابيع. بدأنا بالأول ب 200 كيلو كالوريز و 10 جرام بروتين. البنت بدأنا معاها ان هي تاخد وجبة في الأسبوع، أول 200 يعني هي تبدأ وجبة لحد ما تتعود على الأكل، بعد كده نزود وجبة تانية. تاني أسبوع يعني احنا عملنا دبل الكالوريز، بقت 400 كيلو كالوري و 20 جرام بروتين، وبتاخد من وجبة لوجبتين أسبوعيا، يعني من وجبة لوجبتين في اليوم. الأسبوع الثالث تاخد 650 كالوري 30 جرام بروتين وتاخد 3 وجبات يوميا. وسام مشكورة، هي اللي كانت عملت الدايت وهي اللي كانت تعبت مع البيشنت، فشكرا جزيلا. شكرا. بشكرك يا أسماء، وأسماء لسه هتفضل مكملة معانا بعد شوية لأنها دايما هتدينا يعني عملنا إيه في عيادة النيوتريشن مع البيبي ده. دلوقتي أحب أقدم الكيس اللي بعد كده، هي مودة في نيوتريشن 4 سنين، هي she's the fourth child to be diagnosed marriage she has sibling diagnosed cystic fibrosis قبل كده، وعند سن 3 شهور ابتدت انها تشتكي من الام تشتكي ان في crazy offensive stool investigations were done where cystic fibrosis was confirmed. How can we help Mawadda؟ ده دلوقتي الحاجة اللي هتقولنا عليها. أحب أقدم ياسمين كرم Lecture of Pediatrics in the Education Department, Cairo University. تفضل ياسمين. Briefly, cystic fibrosis is an autosomal recessive disorder, multi-system disease, life-limiting, caused by the mutation in the CFTR gene. The mutation leads to an effect in the chloride sodium ion transport, with subsequently water transport, that causes a build-up of thick mucus throughout the body. After 3 systems get affected for cystic fibrosis in lungs, GIT, reproductive system. ايه النيوتريشنال بروبلمز اللي عندي مع عيان السيستيك فايبروزس؟ العيان ده بيكون عنده ريكيرنت انفكشنز، فبيكون عنده ريديوسد ابيتايت وهاي انرجي ديماند. العيان ده بيكون عنده جاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز، بيكون عنده بيهيفيرال ايتينج بروبلمز، لان دايما الاهل بيكونوا مركزين معاه قوي في النيوتريشن. فبن نتيجه كده بيكون عندنا كتير انتيك اوف نيوتريانس. العيان ده برضه مهم جدا، بيكون عنده بانكرياتيك انسفشنسي ريديوس بايل اسيد سيكريشن مال ابزوربشن فات سوليبل فيتامين ديفيشنسي. بالنسبه للسيستيك فايبروزيس فاونديشن طلعت لنا ايفيدنس بيس جايد لاينز ان احنا محتاجين العيان ده يوصل لنورمال جروث اند ديفلوبمنت، ان احنا الويت فور لينث بتاعنا يبقى ات 50th percentile، البي ام اي بتاعنا يكون ات 50th percentile لعيان اكتر من 2 سنين. الستادي دي في 2012 لقيت لنا ان البي ام اي اللي اقل من 20 سنتايل اسوسييتد وذ ريديوس لونج فانكشن، اما لو انا البي ام اي بتاعي اقل من 50th سنتايل ده بيكون اسوسييتد وذ باتر لونج فانكشن. احنا بنعمل ايه في العياده او هنساعد مواد ازاي؟ اول حاجه بنعمل assessment of the nutritional status، باخد الانثروبومتريك measurements بتاعتها الويت والهايت الهيد سيركمفرنس الويت واللينث اند بي ام اي، بعمل clinical assessment for the signs and symptoms of pancreatic insufficiency، بسحب basic biochemical labs وبعمل dietary assessment 24 hour dietary report. الاوتلاينز بتاعت النيوتريشنال مانجمنت اول حاجه بعملها ان انا بدي العيان ده هاي انرجي نيوتريانت دانس دايت، وان انا بديله فيتامين ومينرال سبلمنتيشن
وبديله اخر حاجه البانكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي. النيوتريشنال مانجمنت في الانفانسي اول حاجه ببدا بيها ان انا البريست فيدنج از ذا بيست. فانا لو العيان انا عندي الاوبشن ان انا اديله بريست ميلك هبدا معاه بالبريست فيدنج. لو المذر كانت بريست فيد اور عندها كونتر اندكيشن فور بريست فيدنج بجرب الستاندرد فورمولا. مفيش تفضيل ادي بارشل هيدرولايز فورمولا ولا ستاندرد فورمولا الا لو العيان عنده كومباوندنج فاكتورز زي ما يكون عنده مال ابزوربشن ليفر ديزيز يكون عنده اي حاجه من الكلام ده او عامل سبينال ريسكشن. الكومبلمنتري فيدز بتبدا اد يوجوال ايج اللي هو 4 ل 6 شهور واقدر ادي كاملك بعد سن السنه. طيب النيوتريشنال مانجمنت بعد الانفنسي بعمل له دايتري بلان. الميل كومبوزيشن بتاعي يكون فيه 40% فات 40% كاربس و 20% بروتين. الكالوريز اللي انا بديها للعيان ده بتكون اعلى من الدي ار اي اللي بديه لسيميلر ايج تشيلدرن فبديله من 110 ل 120% ازيد. الفيتامين والمينرال سبلمنتيشن بهتم قوي بالفات سوليبل فيتامينز عشان الفات سوليبل فيتامين ديفيشنسي والزنك والكالسيوم والجدول ده ادابتد من شغلنا في العياده. الصوت سبلمنتيشن مهم جدا في عيانين السيستيك فايبروزس لان العيانين دول بيكون عندهم صوديوم ديبليشن بيؤدي تالي للهايبوناترينيا ديكريز ابيتايت نوزيا فوميتنج ولاتيرجي وسب اوبتيمال ويت جين. طبعا ده برضو الصوديوم ديبليشن بيؤدي ثيكر سكريشنز ان ذا لانج اند ذا باو ممكن يوصل للديسلنت سبينال اوبستراكشن. ازاي بمونيتور او بتشيك فور ذا ادكوسي اوف صوديوم سبلمنتيشن؟ وي هاف تو دو ذا يورينري صوديوم كرياتينين ريشيو والليفلز اللي اقل من 30 ملي مولز بير لتر ريكواير سبلمنتيشن. سبيشال سيركمستانسز بيكون فيها صوديوم سبلمنتيشن از ا ماست. في الهوت ويذر اكسسيف سويتنج اكسسيف جي اي لوسز prolonged diarrhea and low intake before exercise and fever. ده الجدول اللي بيوضح الـ recommendations for sodium supplementation according to age. آخر حاجة الـ pancreatic enzyme replacement therapy that combination of lipase, protease, amylase which catalyzes the hydrolysis of starches, fats and proteins. الدوز بتاعته في الانفنسي من 2000 ل 4000 ملي يونت of lipase per 120 ملليلتر feed. بديها قبل ما ياخد الفيد بتاعته ميكس بالفورمولا او الابل صوص او سترين فروت وبديها له في المعلقه. اما بالنسبه للاطفال الكبار بديهم في حسبه according to the grams of fat في حسبه according to the weight 2500 يونت لايبيز بير كي جي بير فيد. المهم جدا ان انا ما اعديش الماكسيمم دوز بتاعتي اللي هي 10000 يونت لايبيز بير كي جي بير داي عشان افويد الكومبليكيشن اوف فايبروزنج كولونوماتي. في precautions معينة regarding the pancreatic enzyme replacement therapy انه it's heat sensitive so it should not be stored in a hot place or mixed with hot food. ان انا يستحسن اقسم الدوز قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل علشان adjust according to the patient's appetite. كمان ان انا اعمل chewing or ان انا avoid chewing or crushing the capsules لان ده بيreduce the efficacy of the enzyme. اخر حاجه الانترال فيدنج امتى هبدا للعيان ده انترال فيدنج؟ لما انا ما اقدرش اميت الانرجي ريكويرمنتس بتاعته فو ذا اورال روت وفيل ان انا ريتش الاوبتيمال بي ام اي بتاعي. عندي تو اوبشنز ان اف جاستريك تو فيدنج ده في الشورت ابيسود اوف فيدنج سواء العيان لما كان بيبقى ادميتد فور كونشس انفكشنز مثلا و support recovery during the acute illness أو ال gastrostomy feeding لو أنا محتاجة long term enteral nutrition. ال take home messages بتاعتي ال nutritional assessment and management of patients with cystic fibrosis is an important aspect of care. There is a strong relationship between the nutritional status and the quality of life, lung functions and the life expectancy. The treatment goals aim to prevent the cascade of wasting precipitated by negative energy balance and the number of factors including the reduced dietary intake, schizophrenia, and reduced lung function.
The early identification of the nutritional risk is necessary to intervene at a time when the intervention can make a positive impact on the outcome. الصورة دي بس أعمل بيها يعني إن كل الأطفال خصوصاً أطفالنا مرضى السيستيك فايبروسيس إن هم يعيشوا حياة طبيعية إن هم يلعبوا وإن هم يقدروا يبلو ذير بابلز خصوصاً أطفالنا مرضى السيستيك فايبروسيس وكل أطفال العالم. شكرا دكتورة ياسمين على المحاضرة الجميلة عن موضوع سيستيك فايبروسيس، لخصته لنا بطريقة كده مبسطة، وكان أهم حاجة فيها هو إيه المشكلة اللي عند الطفل دوت عشان نعرف نحلها إزاي. وهترجع لنا دلوقتي بقى برضو أسماء الجزء الخاص بالنيوتريشنال دايت في العيادة. حضرتك دلوقتي إزاي أنا بتعامل مع مريض السيستيك فايبروسيس؟ مبدئيا الدايت بتاعه لازم يبقى هاي فات وهاي كالوري وايت. البلاد قدام حضراتكم بنقسم 40% فات 40% كارب 20% بروتين. هو الدايت بتاعه لازم يبقى متكامل، بيبقى فيه الهول جرين او الفروت والفيجيتال والايج والميلك برودكت. طبعا بنبه على الام ان احنا افوايد كونسيومينج امتي كالوريز. واضح قدام حضراتكم في الترم ده ناحية الشمال ده نموذج النظام الغذائي 1800 سعر بيتقسم لثلاث وجبات أساسية وسناكس ما بين الوجبات الأساسية. لو حضراتكم تلاحظوا إن جنب كل وجبة موضح كمية الفات في الوجبة دي قد إيه، ده بيسهل على الأم لما تيجي تديه للطفل الكاريون تبقى عارفة هي تديله قد إيه كبسول. الجزء الثاني من التمبلت هو السيستيك فايبروسيس بوكلت. السيستيك فايبروسيس ده بيسهل على الأم قوي لأن هو بيبقى فيه انستراكشن. الصورة الواضحة قدام حضراتكم هي زي الأوضاع اللي الأم تعملها لطفلها عشان يتخلص من كل الميوكس. بيبقى فيه برضه وجبات صغيرة غير النظام الغذائي اللي احنا بنديهولها. كمان بيبقى فيه كل الميديكيشنز والفولو أب اللي هي ممكن تتابع بيها لو راحت أي مستشفى أو مركز طبي، يبقى الدكتور اللي بيتعامل مع الطفل بتاعها هو عارف هو بيتعامل معاه ازاي. ودي اخر كيس سيناريو هنقدمها لكم. هتقدمها الدكتوره مروه. هو حسن عنده 8 سنين كل اب ان ذا اندوكرينولوجي كلينك، وكان عنده شورت ستيتشر. وهنبتدي دلوقتي بعد كده نفهم بقى منها ان هو اتعمل له انفستيجيشن وتشخص في الاخر السيليك ديزيز. فالمهم بقى هو لما جه عندنا ازاي از افورد كلينيكال نيوتريشن فور بروبر نيوتريشن مانجمنت. ويعني دلوقتي احب اقدم الدكتوره مروه نيوتريشن في فايبر يونيفرستي عندنا، ويعني هي هنختم بيها بقى السيشن بتاعنا ده. بشكركم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ أول حاجة بشكر الدكتورة منى على إتاحة الفرصة، وبشكر الدكتورة دانيا على التقديم. احنا النهارده بنتكلم على حسن، هو ولد عنده 8 سنين كان بيتابع في عيادة الإندوكرينولوجي عشان يشوف الستيتشر، عمل له انفستيجيشن كتير وصلوا فيها ان هو الولد سيلياك، اتبعت للجي اي تي وكونفيرم ان هو سيلياك، ومن هناك اتبعت لنا فور نيوتريشنال مانجمنت. هنبدا اول حاجه هو ايه السيلياك؟ السيلياك ده اوتو ميون ديس اوردر سببه انجشن اوف البروتين. الطفل ده لما بياخد البروتين بيبتدي يحصل انفلاماتوري بروسس، ندخل في انفلاماتوري انتروباثي، يبتدي النورمال باللايف بتاعتنا يحصل لها بيليس اتروفي، ويبتدي العيال ده يشتكي من مال ابسوربشن. الكلينيكال برزنتيشن مختلفة بتختلف العمر بتاع الطفل. احنا الحسن جالنا في شورت ستيتشر. الدايجنوزيس بتاع عيان السيلياك محتاج هاي اندكس اوف سسبيشن لان السيمبتوم او البرزنتيشن ممكن ما تبقاش سبيسيفيك في بعض الاحيان. بعديها بيحتاج بيعمل السيلياك بروفايل اللي هو التيشو ترانس الكتمينيز اي جي اي بلود تيست، وفي بعض الاحيان ممكن يحتاج اندوسكوبي وبايوبسي فور دايجنوز. It is begin 2020 كانت قالت ان احنا محتاجين نكونسيدر تيست فور سيلياك ديزيز في اي عيان عنده انتستاينال جاسترو انتستاينال مانيفستيشن زي كرونيك انترميتنت دايريا او كونستيبيشن، كرونيك ابدومينال بين ريكرنت فوميتنج او اكسترا انتستاينال مانيفستاشن
اللي هو زي الشورت ستيتش اوفيديا فيسترايل الامينوريا في البريمز والكرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا وبعض الديزيز محتاج فينا سكريننج زي السيبلينج اي سيبلينج طفل مشخص فيرست ديجري ان هو عنده حد عنده سيبلينج او بعض السندرومات زي التيرنر والويليام والثايرويد اوتوميون ديس اوردر وكمان في حاجات الاوتوميون زي تايب 1 دايابيتس. طيب العيان حسن مامته جون ده عيان في النيوتريشن وطبعا هم قبل ما يجوا هم عارفين ان هو جلوتين فري بس في عقل مامته حسن في كذا سؤال وهو ده دورنا في النيوتريشن ان احنا نرد على الاسئله دي اللي هو فور هاو لونج همشي على جلوتين فري دايت وات تو افويد وات الاو وهل في اي سبيشال بروبوشن. هتبتدي الام تيجي تسال ماشي انا همشي على جلوتين فري مده قد ايه يا دكتور فور هاو لونج فالاجابه هتكون لايف لونج جلوتين فري دايت. تمام وات تو افويد كان بنبدا من اول قصه ان احنا القمح في كل صوره سواء القمح ده هو كان بليله كان فري اي منتج من منتجات القمح او دقيق كل المخبوزات المكرونات كل الحاجات دي ممنوعه وعندنا الشرير والشرير احنا بنأكد على قصه مش الدقيق مش الدقيق بتاع الشرير بس كمان اي منتجات او اي مشروبات الشرير فيها دي ممنوعه والري الري ده نوع من الدقيق بيستخدم في بعض الري ده الشوفان مش الري ده الشوفان او الشوفان لا لا هو الشوفان الشوفان الاوت الشوفان الجلوتين فري طب احنا هندي ايه يا دكتوره الرز جلوتين فري الكورن جلوتين فري الليجمز از جلوتين فري اند النص مع سبيشال بريكوشن بنقولها في كل الحاجات اللي قدامنا دي جلوتين فري ديري برودكت الايجز تشيكن ميت فيش البوتيتو والسويت بوتيتو وكل الخضار والفاكهه. طيب معنى كده ان الطفل ده مش هياخد اي مخبوزات؟ لا هو المخبوزات المعموله من الحاجات اللي احنا قلناها ممنوعه اللي هو القمح والشعير هي اللي ممنوعه. لكن في جلوتين فري فلاور اللي هو اشهر حاجه في السوق هو الذره وبعدين في الالموند فلاور في الرايس فلاور وفي الشيك بيس مهم ان احنا بنتكلم الام كمان ان احنا بنتيك كير من الكروس كونتامينيشن يعني ايه كروس كونتامينيشن يعني صحيح ان احنا الطفل ده هو هيتمنع من القمح ومن الشعير هما دول الحاجات الموجوده عندنا لا كمان ان احنا بنتكلم بالنا ان ممكن الحاجات عمال اقول الشوفان 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 عشان طالع موضه بدل دلوقتي الامهات بدل ما ياكلوا عيالهم بليله زي اهاليهم دلوقتي الشوفان طالع تمام الشعير والشوفان هم دول ثلاث حاجات الشعير والشوفان مهم اوكي فاحنا الكروس كونتامينيشن ان احنا ممكن الطفل ده بيكون بياكل حاجه زي رز او زي بقوليات بس هي كونتامينيتد بحاجه من الحاجات الممنوعه بيحصل كروس كونتامينيشن ده من اول الزراعه للحصاد لحتى ترانسبورت لغايه ما يوصل للتوزيع والهاندلنج نفسه ممكن يحصل كونتامينيشن. كمان بنقول للام ان جوه البيت نفسه ممكن يحصل كروس كونتامينيشن، احنا استخدمنا نفس الكاتنج بورد او احنا خزننا في نفس الاماكن او ان احنا استخدمنا نفس المعالق نقلل بيها او ان احنا استخدمنا نفس التوستر حاجه فيها جلوتين وحاجه جلوتين فري. طيب نرجع لحسن، حسن جه الفولو اب بتاعه في الجي اي جه يعيد السيريال سيرولوجي لقوا بوزيتيف على الرغم ان الام بتقول ان هي ماشيه على جلوتين فري زي ما بيقول السبيتال كل الحاجات الممنوعه منعينها وهي مش بتيجي غير الحاجات المسموحه. رجع لنا تاني عيادة النيوتريشن عشان نعمل له بروبر نيوتريشنال اسسمنت وهنا تدورنا لقينا ان حسن ياخد الهيدنج جلوتين. يعني ايه هيدنج جلوتين؟ الهيدنج جلوتين ان هو ببساطه ان القمح او الدقيق او اي مشتقاته ممكن تبتدي تستخدم في مصنوعات او في الصناعه دي اسباب كثيره منها نون بريون بانينج فور سبايسز ممكن يظبط التكتشر ممكن لاسباب ثانيه فلقينا اشهر حاجه حسن كان بياكل طعميه لان الطعميه دي بتقطع فيها عيش او بتلاقي فيها عيش وبيبقى فيها هيدن جلوتين. في الحاجات البروسيست ميت اللي هو اللانش والبسطرمه والحاجات اللي هي في السوبس والدريسنج والسلطات الانستنت كوفي انواع بقى انواع الشوكليت ممكن حتى لو هي مش فيها جلوتين بس اثار الجلوتين بنفس اللاين وهي اخر حاجه الايس كريم سايز.